يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الهجرة تكون من المكان الذي لا يتمكن فيه الإنسان من إظهار الدين، فما المقصود بإظهار الدين؟ المقصود بإظهار الدين أنه يدعو إلى الله وينكر الشرك، ينكر الشرك ويأمر بالتوحيد، هذا إظهار الدين. أما أنهم يتركونه يصلي بس ويصوم ولا يتعرضوا، هذا ما هو بإظهار الدين. إظهار الدين أن يدعو إلى الله وأن يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك وعن البدع والمحدثات، هذا إظهار الدين. نعم.